كان هذا يجوز نشره أو لا. وقيل له في التحقيق يعني أنت بما استحللت القتل؟ فتلا الآية: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وسكت. فقال له من كان يحاوره وكان يحفظ القرآن، وأنا أعرفه شخصيا الذي كان يحاوره، قال له أكمل، فسكت الآية. عرف وقتها هناك فخ أن هناك فخ ندم، لأن الآية بعد كذلك جزاء الكافرين. وجهيمان لم يكن يرى أن المصلين هؤلاء كفارا، لم يكن يرى أن المصلين في الحرم كفارا، فهو ولست أن يكذب. فهنا كانت في فهم خاطئ، فهم خاطئ، شعر أنه وقع في أمر لم يصب فيه البتة. فلما عرف أن صاحبه قد قتل تبين له أن البناء كله قد انهدم وتقوض، وأنه لا مهدي ولا الأمر الذي كان يطلبه.